المواطن لازم يكون مسجل مثل ما كي يولد الصغير والديه رئيس الشؤون في الحاله المدنيه. هنا ثاني هذه عندنا صفتين، صفتنا يعني سيتويان وصفتنا إلكتور. هذو من الصفات اللي باش نشاركوا فيهم في بناء الدوله نتاعنا وفي المشاركه في بناء الدوله نتاعنا وفي تقييم الحوكمه في بلادنا. الحوكمه ننتخبنا رئيس بلديه ولا ننتخبنا رئيس مجلس الولايه الشعبي ولا ننتخبنا عضو في المجلس الوطني الشعبي. من حقنا كمواطنين وبنقول من واجبنا كمواطنين ان نتبع يعني ما يقدمه لنا حتى تكون التقديرات في الانتخابات الآتية تكون مبنية على أمور عادلة.